السلام عليكم شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم عن اثبات برنولي. المره اللي فاتت احنا قلنا القانون وقلنا بعد كده هنعرف هو جه منين، وخدنا المره اللي فاتت برضو مسائل على برنولي وعرفنا كل حاجه توقعها على الرسمه فين، اللي هو الهيدروليك جريد لاين والتوتال انرجي لاين. وقلنا ان الهيدروليك جريد لاين هو السميشن، وقلنا ان الهيدروليك جريد لاين هو السميشن بتاع البي على روف الجي والزد، وان التوتال انرجي لاين هو السميشن بتاع التلات طاقات اللي هو الفي سكوير على 2 جي والبي على روف الجي والزد كذلك. طيب، وعرفنا كل ترم بيعبر عن ايه. قلنا الزد هي البوتنشال انرجي، بتعبر عن طاقة الوضع للنقطة او الجزيء اللي انا باخد عنده وبطبق عنده برنولي. وقلنا ان البي على روف الجي هي الطاقة الناتجة عن الضغط اللي موجود في السريان للبايب، والفي على الـ2 جي قلنا ان هو السرعة، الضغط الناتج، الطاقة الناتجة عن السرعة نتيجة سريان السائل. وكان في 2 نوتس مهمين، كنا بنقول ان مجموع الـ3 طاقات دايما ثابت ما بيتغيرش، ولكن الفي والبي بيتغيروا والزد كذلك لو الماسورة طبعا اتغيرت. يعني لو الترم ده يا شباب البي على روف الجي قل، لازم الفي سكوير على 2 جي تزيد علشان في الاخر يكون لي الاتش. يعني الكلام يعني ايه يا شباب؟ يعني لو بفرض الاتش دي قيمتها 20، طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الدايمنشن بتاعتها متر، فلو الاتش دي بفرض ان هي قيمتها 20 والزد كانت 3 ومثلا البي على الروف الجي كانت 15، يبقى الفي سكوير على 2 جي 2. طيب، بفرض ان البي على الروف الجي دي قلت لقيمة 12، من 15 ل 12، وبالتالي هي قلت 3، فبالتالي الـ3 دول لازم يروح على للفي سكوير على 2 جي بالزيادة علشان السميشن في الاخر يكون 20 زي ما احنا كنا بنقول. طيب، قلنا زي ما مكتوب هنا الفي سكوير على 2 جي هي الفلوست لود، والبي على الروف الجي هي البريشر انرجي او هيد، والزد هي البوتنشال انرجي او هيد. وقلنا ان لو السائل كان ثابت او ما بيتحركش، يبقى الترم دون الاولاني الفي سكوير على 2 جي قيمته 0 لان مفيش حركة. طيب، احنا النهاردة عايزين نركز على الاثبات بتاع برنولي. طيب، انا يا شباب بفرض ان انا عندي سريان موجود عندي، والسريان كان نوع ستدي. كان الدكتور نزلت محاضرة قالت انواع السريان ايه، ستدي وان ستدي، وشرحت لكم كل مثال على كل نوع من الانواع المختلفة للسريان. المهم انا عندي سريان ستدي، وانا عندي هاخد منه جزيء، هاخد منه جزيء يا شباب بالطريقة دي. بفرض ان السريان كان في الاتجاه ده زي ما هو موجود لحضرتك، ان في سريان بالشكل ده كيو، وبالتالي في سرعة اسمها في في الاتجاه ده، نفس اتجاه السريان. طيب، الجزيء اللي انا خدته من السائل ده ليه اريا وطول، فوالله انا خدت الطول بتاعه سميته دي اس. مكتوب هنا الدي اس هو اللينس بتاع الجزيء او العنصر اللي انا خدته من مسار السائل. طيب، والاريا بتاعته، الكروس سيكشن اريا بتاعته هسميها دي ايه؟ دي يا شباب طبعا المفروض ان حضرتك عارف الكلام ده، ان دي معناها ان هي متغيره. يعني حضرتك خدت مثلا اللينس بتاعك باتنين، انا خدته بتلاته، حضرتك خدته باربعه، واحد تاني خده بخمسه، مش هتفرق معايا. هو في الاخر خالص انا هكامل علشان اجيب اس بس من غير اديهات زي ما هنشوف في الاخر. طيب، انا عايز بعد كده، انا كده عرفت اللينس بتاعه اسمه اس دي اس، والاريا بتاعته اسمها دي ايه. طيب، دلوقتي انا عايز اشوف القوة اللي بتأثر على الجزيء ده. اول حاجة واسهل حاجة، حضرتك عندك جزيء في السريان بتاعك، فليه وزنه، فبالتالي ان انت عندك اول حاجة الوزن اسمها دي دبليو. تمام. طيب، المفروض ان انا عندي ال W بتساوي ايه يا شباب؟ ال M في ال G. هتلاقي مكتوب هنا ال DW بتساوي ال M في ال G. طيب، ال M هفكها فخلاها والله ان هي ال رو في ال V، حيث ال V فوليوم وليس فيلوستي، وبعد كده ضرب في ال G اللي هي كانت موجودة ال M في ال G. طيب، بعد كده انا عارف ان ال V هي L في L في L، يعني لينس في لينس في لينس،
وبالتالي خلاها اريا في لينس دي اس في دي ايه. فكده احنا عرفنا الدي اس في الدي ايه جت منين، هي الفكه بتاعت الفي. طيب ده كده اول حاجه. طيب الحاجه التانية، المفروض ان السريان في الاتجاه ده يا شباب بيحصل نتيجه ضغط، وبالتالي ان في قوه ضغط، في قوة ضغط في اتجاه الحركة او اتجاه السرعة بتاعة الجزيء، قيمتها قد ايه؟ انا عايز، انا عارف ان البريشر بيساوي الفورس على الاريا، وبالتالي الفورس بتساوي البريشر في الاريا، وكتب الاريا دي ايه وليس ايه فقط علشان التغير اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية. طيب خلي بالك ان القوة دي في اتجاه السريان بيقابلها قوة تانية عكسها بالظبط اسمها بي زائد بارشال بي على البارشال اس في الدي اس على في الدي اي. تمام، هي بريشر في اريا. طيب البي دي احنا عارفينها البريشر، طب البارشال بي على البارشال اس في الدي اس دي ايه؟ قال لك ان ده التغير في الضغط، الضغط هنا كان بقيمة، الناحية التانية هيبقى بقيمة وهكذا. فبالتالي هو لازم يضيف فاكتور علشان يعوض قيمة التغير في الضغط. نكمل يا شباب مع بعض. احنا كده قلنا ان انت عندك 3 انواع من القوة، وعرفنا كل قوة اتجاهها ايه، الوزن اتجاهه الاسفل، والبريشر في واحد في اتجاه السرعة وواحد عكس الاتجاه بتاع السرعة، وعرفنا كل واحد قيمته ايه، وعرفنا ان الدي دبليو فكتها الرو في الجي في الدي اس في الدي ايه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ انا عندي 3 قوى بتأثر على الجزء بتاعي او الجسم بتاعي، فانا ممكن اطبق قانون نيوتن الثاني على الحالة اللي عندي. تمام. طيب قانون نيوتن الثاني كان بيقول ايه؟ بيقول ان سميشن الفورسز اللي بتأثر على الجسم اللي عندي بيساوي الكتلة في العجلة. تمام. طيب القوة اللي عندي يا شباب ايه هي؟ والله انت عندك البي في الدي ايه ناقص البي بارشال بي على بارشال اس في الدي اس في الدي ايه ناقص الرو في الجي في الدي اس في الدي ايه كوزاين السيتا. انا هحلل الوزن لكوزاين وساين، انا هاخد اللي في الاتجاه الحركة او اللي هو موجود على محور الحركة بتاعي، طبعا هو بالسالب عشان هو اتجاه عكس اتجاه السرعة، وبالتالي انا قلت هنا البي في الدي ايه ناقص البي زائد البارشال بي على البارشال اس في الدي اس في الدي اي ناقص البي في الجي في الدي اس في الدي اي كوساين سيتا. تمام، خدنا الكوساين طبعا عشان التحليل ماشي، وساويتها بالام في الاي. انا الاي دي الاكسلريشن بتاعتي، والام انا قلنا فوق ان هي الرو في الفيو، فكينا قبل كده الفي دي اس في دي اي. تمام، انا هطير البي في الدي اي مع البي دي، وبالتالي اللي هيتبقى يا شباب سالب او ناقص بارشال بي على بارشال اس في الدي اس في الدي اي ناقص الرو في الجي في الدي اس في الدي اي كوزاين سيتا بتساوي الرو في الدي اس في الدي اي في الاي اس. تمام، هقدر اقسم هنا على الدي اس في الدي اي، وبالتالي اللي هيبقى لي بارشال بي على بارشال اس ناقص، طبعا في الاول هنا سالب، ناقص الرو في الجي كوزين سيتا بتساوي الرو في الاي اس. تمام، طيب انا عايز اتخلص من الكوزين سيتا دي والاي اس علشان اوصلها للقانون اللي انا كنت عارفه المرة اللي فاتت، اللي هو البي على الرو في الجي زائد الفي سكوير على 2 جي زائد الزد بتساوي الصفر او الكونستانت، اسف. تمام، طيب نركز هنا يا شباب. المفروض ان انا لو عندي بارشال في سكوير على بارشال اس انا هشتق، اعمل ايه؟ كنت بنزل الاس واقول ان هو 2 في بارشال في على بارشال اس. تمام، طيب لو احنا نركز مع بعض هنا ايه علاقة في حاجة بس الاول ما قلناهاش يا شباب، العجلة هي ايه؟ العجلة هي السرعة مضروبة في تغير السرعة بالنسبة للمسافة. المفروض ان احنا خدنا الكلام ده في الميكانيكا، يبقى العجلة هي السرعة مضروبة في تغير السرعة في او بالنسبة للمسافة. طيب انا عايز اندي كده فكت الاي اس. تمام، الفي في بارشال في على بارشال اس يا شباب
هي بتساوي البارشال في سكوير على 2 بارشال اس. الكلام ده جه منين؟ جه من الاشتقاق زي ما احنا كنا بنقول من شويه. لو انت عندك بارشال في سكوير على بارشال اس حضرتك كنت عايز تشتق، لو كنت عايز تشتق بتنزل الاس وتطرح واحد من الاس القديم، فبالتالي قال لك ان هي اشتقاق البارشال في سكوير على البارشال اس هي 2 في بارشال في على بارشال اس. طيب ايه علاقة الجزء ده بالفك اللي انا فكيته هنا الفي سكوير في بارشال في على بارشال اس؟ والله هي كل الفكرة ان في 2 هنا زيادة، وبالتالي انا هحط 2 في المقام علشان نفس الناتج ده لما اشتقه يساوي لي الفي على بارشال في الفي في بارشال في على بارشال اس، وبالتالي انا كل اللي هعمله هحط 2 في المقام علشان لما اشتق الاتنين اللي جاية من الاشتقاق يطير مع الاتنين اللي في المقام ويكون الناتج هو هو الفك اللي انا فكيته. وبالتالي يا شباب بالاخر في الاخر وصلنا ان العجلة بتساوي البارشال في سكوير على الاتنين بارشال اس. طيب في الاخر برضو انت كنت عندك زاوية اسمها سيتا، وكنا قلنا ان في هنا دبليو، ولما حللنا الدبليو قلنا ان هنا دبليو كوزين سيتا وطرحناها. طيب المفروض ان حضرتك عندك بعد ابعاد الجزيء اللي حضرتك خدته هنا هيعمل لك مثلث قائم، الزاوية دي اسمها سيتا اللي انا كنت واخدها، والقيمة الرأسية بارشال زد والقيمة الوتر بارشال اس، وبالتالي كوزين سيتا من هنا عرف المجاور على الوتر فهي بارشال زد على البارشال اس. تمام الاكويشن بقى اللي انا وصلت لها رقم واحد هاجي اعوض القيم اللي انا جبتها فيها، فبالتالي انا هقول ان كان ناقص رو جي كوزين سيتا، فكوزين سيتا هعوض عنها ببارشال زد على بارشال اس، وهنا كانت بتساوي الرو في العجلة، فقلنا قبل كده ان العجلة بتساوي البارشال في سكوير على الاتنين بارشال اس، وهنا البارشال السالب بارشال بي على البارشال اس ينزل زي ما هو. طيب انا هعمل ايه؟ هاخد عامل مشترك في البسط بارشال وفي المقام بارشال اس، فبالتالي اللي هيتبقى لي انا هودي كل الكلام ده يا شباب الناحية التانية بالموجب، فاللي هيتبقى لي طبعا الاول هقسم على الروف الجي زي ما هو مكتوب. طيب اللي هيتبقى لي ايه؟ الفي سكوير على الاتنين جي، الرو طارت وبالتالي اللي هيتبقى لي تحت في المقام الجي، زائد البي اللي هو القيمة دي يعني البي على الروف الجي. انا كده كنت واخد البارشال على البارشال اس عامل مشترك بره، وفي الاخر برضو هنا انا طيرت الرو والجي عشان انا كنت قاسم عليهم واخد عامل مشترك البارشال على البارشال اس، فبالتالي اللي هيبقى لي الزد. طيب كده انا اقدر اكامل اعمل انتجريشن للكلام ده، وبالتالي هيبقى في سكوير على الاتنين جي زائد البي على الروف الجي زائد الزد هيساوي الكونستانت. ومن هنا كده احنا اثبتنا قانون برنولي اللي احنا اتكلمنا وطبقنا عليه ايكويشنز قبل كده. معظم مسائل برنولي يا شباب بتستخدم القانون ده اللي حضرتك بتروح تطبقه ما بين نقطة والتانية على أي مكان في خلال الماسورة. يعني هتقول إن الفي سكوير زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هتقول إن الفي سكوير على الاتنين جي زائد البي على الروف الجي زائد الزد، كل ده بقيم واحد بتساوي الفي اتنين سكوير على الاتنين جي زائد البي اتنين على الروف الجي زائد الزد اتنين زي ما قلنا المرة اللي فاتت. طيب ده كده أول ايكويشن بتستخدمها في برنولي. تاني ايكويشن عادة بتستخدمها في برنولي هي معادلة الاستمرارية اللي احنا خدناها في ثانوي، اللي هي بتقول الكيو بتساوي الاي في الفي، ودايما الكيو يا شباب بنكون مثبتينها خلال السرايع. طيب اخر حاجة الناس كانت سألة عليها، كنا بنتكلم بنقول ان برنولي لما تيجي تسمع شرح البرنولي في اي مكان او في المحاضرة حضرتك هتسمع كلمة ان برنولي قائم على ان البريشر لما السرعة تزيد البريشر يقل، السرعة هنا يا شباب لما تزيد البريشر يقل، علشان في الاخر يديك الكونستانت اللي احنا كنا قايلينه زي ما اتفقنا في اول الفيديو. طيب الكلام ده حضرتك بتشوفه فين؟ اكتر حاجة ممكن تشوف الكلام ده عملي فيها متر الانفاق. تمام حضرتك هتلاقي على الرصيف في البداية خالص بيروح راسم لك خط
على الرصيف علشان حضرتك ما تجتازهوش. طيب انت ممكن تلاقي واحد يكون واقف قريب من الرصيف، وبمجرد ما المترو داخل المحطة سريع تلاقي الواحد ده اتقدم لقدام ووقع، او مثلا اتخبط لا قدر الله في المترو. طيب ده حصل نتيجة ايه؟ حضرتك المفروض الانسان معرض للضغط الجوي من جميع الاتجاهات، فلما المترو يكون داخل يا شباب سريع على المحطة هيقلل لك الضغط اللي قدامك وما بين المترو، السرعة بتاعة المترو هتقلل الضغط اللي موجود ما بينك وما بين المترو، وبالتالي الضغط اللي الخلفي اللي عليك من ورا بقى أكبر من الضغط اللي موجود، وبالتالي حضرتك بدون إرادة هتتقدم لقدام كأن في حد بيزقك من ورا. ده كده التفسير اللي الناس كانت سألت فيه على الواتس عندي. احنا كده خلصنا يا شباب إثبات برنولي، إن شاء الله ممكن هيكون في فيديو تاني عن الهيد لوسز ونتكلم عنها باستفاضة شوية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.